السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين في كل مكان. وكان اليوم موضوعنا محولات التيار الذي لا غنى عنها في الدوائر الكهربائية. محولات التيار، مكان تركيب محولات التيار، أجهزة الحماية وقياس التيار، تأثير الحمل على محولات التيار، مقاومة جهاز الحماية، والاختبارات الأساسية. محولات التيار أصدقائي المتابعين، إحنا نعرف إن التيار هو عبارة عن سيل من الإلكترونات السالبة وأيونات السالبة والأيونات الموجبة طبقا للنظام الدولي الوحدات. فإن شدة التيار تقاس بالأمبير، بينما يقاس التيار الكهربائي بجهاز الأميتر أو في أجهزة قياس محولات التيار أجهزة، وهذا يعتبر شيء أساسي لأجهزة القياس. محولات التيار يا أصدقائي مكوناته يتكون من السلك ملفوف حول قضيب مغناطيسي بشكل دائري بشكل حلزون، وفي معك عازل ما بين العازل بين السلك والقطب الحديدي، هذا اللي في القلب الحديدي، ويلتف حوله السلك بهذا الشكل. كما تلاحظون معك S1 وS2، معك بداية ومعك نهاية. يعني هذا لازم يكون في إطار مثل ما تلاحظون حماية عشان الاهتزاز. طيب، محولات التيار كرنت ترانسفورمر يقاس مقياس التيار، لا تستطيع التعامل عادة مع قياس التيارات العالية لتعذر الربط التسلسلي للمقياس مع الحمولات. لذلك يتم استخدام محولات التيار، استخدام تخفيض قيمة التيار بالاعتماد إلى مبدأ المحولات بهدف قياس شدة التيار المتناوب. وكذلك يتم استخدام تلك المحولات لتغذية عدادات قياس القدرات عندما تكون تيار الحمل المراد قياسه القياس القدرة المستهلكة فيه تتجاوز إمكانية العدد. كذلك يتم استخدام المحول لتغذية أجهزة الحماية. أصدقائي، محولات التيار شرحنا لكم يتكون محول التيار. الآن مكان تركيبه يا أصدقائي يتركب في أجهزة في المولدات وفي المصانع. يعني بيتركب بهذا الطريقة، نحاول نرسم لكم الفاز الأول، الفاز الثاني، الفاز الثالث. كما تلاحظون هذا بيمر داخله سلك، ولازم يتثبت في خاصة في المولدات في الأماكن الذي هي في داخل الألترنيتور، فيكون بهذا الشكل S1 S1 و S2، ومعك الملف الثاني، الفاز الثالث. في معك هنا النقطة S2، لازم تتوصل مع النقطة S2، ولازم تتوصل مع النقطة هذه ويوصل إلى داخل جهاز القياس الكم 1 2 3. كما تلاحظون يعني لازم إنه يتوصل الأول، بداية الملف الأول مع لداخلة الجهاز. كما تلاحظون هناك ببعض الكروت في هذا حق 18 19 20 21، يعني الفاز الأول، الفاز الثاني، الفاز الثالث. معك الكم الذي هو نهاية الملف بيتوصلوا بجنبر 2 مع 2 مع 2 ويخرج كم نقطة طيب، أصدقائي هذا الكرت لتشغيل حماية مولد، برضو في بو تتوصل يعني
نظام الاوفرلود، وله اعدادات معينه. يعني تقدر تقول معه اعدادات الفول لود. اول شيء بنحسب الفول لود، مثلا مولد 100 كيلو تقول في 1000 يساوي 100000، تمام، قسمة الفولت هي 400 فولت. فرضنا إذا كان 400 فولت وفي نظام 110، بتقول ما بين الفاز والفاز 120 فولت. فإحنا بنشتغل على هذه الذي هي تقول كذا، بتحسبها 100000 وات قسمة 400 فولت يساوي، تقول كذا 100 الكيلو 400 فولت يساوي 250 أمبير. هذا نسميه إحنا الفول لود للجنريتر. فلازم أنك تضبط هذا. أول شيء هذا لأجهزة الحماية، لازم أنك تضبطه هنا، تقول هذا المدخل. فندخل للبراميتر حسب الشركة المصنعة هنا في هذا الكرت ديبسي إلكترونيك 720. فندخل للبراميتر الذي هو الفول لود للجنريتر الذي هو 31. هذا الكرت خلاص الفول لود للجنريتر نسجله 250، تقدر تزيده وتنقصه. هذا الفول لود يعني يكون المولد محمل 100%. طبعا كيف نبرمج ملفات التيار؟ نبرمج خلاص، توصل النقطة رقم 32، فتشوف يعني موصل يعني من كم لكم يقيس. هذا من 5 إلى 60، ما ينفعش إذا كان المولد 250 أمبير. فلازم اللي احنا محول تيار بيقيس اللي احنا من 5 إلى 250 أمبير أو 300 على حسب. ممكن ال 400 عادي، أهم شيء إنك تثبته بشكل صحيح فوق الكيبل على أساس الاهتزاز حق الجنريتر ما يتأثرش. كما تلاحظون هذا سبب عندما يهتز يكون مش مثبت ملف التيار فوق اللود الخارج، فيسبب عطل في الكرت، فيسبب دمار للكرت، يعني ما يتصلحش، يتدمر بشكل. كما تلاحظون هذه سبب الكوارث حق ملفات التيار ما تتثبت في الجنريترات. إذا تثبتت فتتجنب هو بيدخل في بالمدخل حق ملفات التيار هنا من 0 إلى 5 فولت فولت أمبير كما تلاحظون كذا. فيكون الفول لود قلنا 250، ملف التيار من 5 إلى 300. طيب أنواعهم في من 5 إلى 100، وفي من 5 إلى 200 أمبير، وفي من 5 إلى 300 حتى تصل أقصى إلى 3000 أمبير. واحد أهم الفرق التي تميز محولات التيار عن محولات الاستطاعة أو محولات الجهد، وهي أن الملف الابتدائي له الابتدائي يتدخل على التسلسل، يدخل بالتسلسل في الدائرة المراد قياسها. توصيله كما وضحنا لكم التوصيل مش شرط إنه في كرت، في أجهزة أخرى، في شركة هاجر وشركة ليفاتو وشركة كثيرة لها أجهزة قياس التيار الكهربائي في الأحمال وبتحسب الكيلوات. فالاختصار حقه سيتي كرنت كما تلاحظون أصدقائي.
إن شاء الله تكون اتضح لكم مكان تركيبه. محول التيار يتركب في الأحمال، في المصانع، في المولدات. أجهزة القياس ذكرنا لكم أجهزة القياس والشركات أشهرها ليفاتو، بتطلع لك الكيلوات والباور فاكتر، وتطلع لك الإجمالي والتراكمي من أهم الكميات التي يجب توصيفها بدقة مع محولات التيار الحمل، ويعرف بالفولت أمبير، وهي القيم التالية التي تعبر عن أشهر القيم المستخدمة في محولات التيار: 30 فولت أمبير، 5 فولت أمبير، مثل ما هذا 5 فولت أمبير إلى 300، هذه بنوضح لكم كذا أصدقائي، من 5 إلى 6، من 5 فولت أمبير إلى 60 أمبير. هذه يقول لك هنا أقصى تيار يتحمله، وغالبا يشار إلى أقصى تيار في الجانب الابتدائي، أقصى تيار في مدى وجيزة، وغالبا يشار إلى تيار الثانوي، وتكون المدة المحسوبة عليها أقصى تيار تتراوح بين نصف ثانية وثلاث ثواني. تيار الثانوي الاسمي وغالبا ما يكون 1-2 أمبير إلى 5 أمبير، وإذا زادت المسافة بين محول التيار وبين أجهزة الحماية، يعني لازم تكون 30، إذا كانت مثلا 30 متر فإننا نستخدم تيار ثانوي يساوي 1 أمبير. يعني أوضح لكم كيف، هذه إذا كان ما بين هذا المحول وهذا الجهاز أكثر من 30 متر، فلازم انه يكون محول التيار يا اصدقائي 1 أو 2 أو 5. واذا زادت المسافة، لازم يكون من 1 إلى 60 مثلا، او من 1 على حسب الاستخدام حقك الى 300، لانه المسافة بين الجهاز ومحول التيار 30 متر، على اساس القراءات تكون صحيحة. موضوع اختبار القطبية، اختبار قيمة نسبة التحويل، اختبار منحنى المغناطيسي، اختبار هذه نسبة التحويل. يعتبر اختبار نسبة التحويل هو أسهل هذه الاختبارات، حيث يوصل جهد إلى أحد الجانبين ويقاس، تمام، ويقاس الجهد الناتج في الجانب الآخر بغرض التأكد من دقة التحويل. وعندما نقول أن الثانوي يمثل بصدق ما يحدث في الابتدائي، اختبار القطبية التأكد من صحة القطبية قبل ما توصل محول التيار، يعني تعمل تيست، توصل بطارية 6 فولت بين طرفي الابتدائي، فهناك توصيل البطارية في الدائرة، ينحرف مؤشر الفولتية إلى الجهة الموجبة عند فصل البطارية، ينعكس في الاتجاه الآخر، وبذلك يتم معرفة الطرف الموجب من الطرف السالب. يعني توصل، أنت تعرف أين القطبية هنا، أي سالب أي موجب، توصل طرف الأول وتقيس الطرف الثاني، وعند فصل البطارية ينعكس في الاتجاه الآخر، يعني وبذلك يتم معرفة الطرف الموجب من الطرف السالب بالبطارية الدي سي. اختبار منحنى المغناطيسية، هذا يحتاج هذا الاختبار إلى جهاز متغير من أجهزة القياس التيار، والجهاز ويتم تغذية أطراف الجانب الثانوي بالجهد المتغير من الفازات مع قياس التيار الذي ينشأ في الجانب الثانوي، علما بأن الجانب الابتدائي يظل مفتوحا بدون أي حمل أثناء الاختبار، ويبدأ الاختبار بزيادة تدريجية للجهد حتى نصل إلى نقطة عندها تتسبب أي زيادة طفيفة في الجهد، في زيادة ضخمة في التيار، وهي ما تسمى بنقطة الانقلاب. عندها يبدأ تسجيل القراءات، حيث يتم خفض قيمة الجهد تدريجيا، وتسجيل قيمة التيار المقابلة لكل قيمة من قيم الجهد ورسم المنحنى، مع التأكد من وصول الجهد إلى صفر في النهاية للتأكد من حدوث نزع للمغنطة الموجودة في القلب. أصدقائي
شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وجينا لكم نبذة بسيطة مما تعلمناه عن محولات التيار، ونرجو من أصدقائي مشاركة الفيديو وعمل إعجاب، وإن شاء الله نفيدكم في الحلقات القادمة بأفضل ما تعلمناه بإذن الله. سنحاول نجتهد ونعطيكم دروس في الكهرباء وفي الأجزاء الكهربائية عامة إن شاء الله، وجزء من الإلكترونيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل العقلين يا أخوان، مش الدين يا أخوان ليش تفهم؟